هكذا يبدو مقر نادي اتحاد وهران اليوم، أحد أعرق ناد في المدينة. ففي ذكرى تأسيسه 94 يعاني أقدم ناد في الجهة الغربية الأمرين في ظل تجاهل تام من المعنيين. فالاتحاد الإسلامي لمدينة وهران سابقا ساهم في مقاومة الاستعمار الفرنسي بدليل تسميته آنذاك، والذين جعلوا منه وسيلة للحفاظ على الهوية الوطنية التي أراد المستعمر مسحها. لحسن بالحسين أحد أبناء مدينة وهران وكاتب رياضي أصدر مؤخرا كتاب ملحمة اتحاد وهران يسرد فيه أمجاد هذا النادي العريق. دي جوور دي زانفون تاع مدينة جديدة تاع سيدي بلال سيدي الحسني الحمري مديوني اليوتي ايتترا كي سي رونكونتري يافي ميم دو سيدي الواري كي فوني سي رونكونتري جوسكا حتى الليل جوسكا لا تومبي دو لا نوي يل جوي جوي تما كان دي زونسيان اي لا صدق بومعزة الله يرحمه سيتي ليمينونس غريز du football de l'USMO, il a lancé le club. وفضلا عن الدور السياسي والاجتماعي، فإنه تألق في الميدان الرياضي من خلال إحراز عدة بطولات محلية وإفريقية. L'USMO هنا في لوراني il a été هنا اوران il a été le premier club et le seul club qui a duré dans parmi l'élite. Donc il contrecarré avec sept titres, fait tout CDG, fait tout le Galia, fait tout CBA, sept titres, surtout dans les années 40. لكن التاريخ الحافل للاتحاد لم يشفع له بالظفر بمكانة بين الأندية الجزائرية الكبيرة نظرا لعدة ظروف مر بها. 77 وين les entreprises étatiques, c'est-à-dire الدولة كلوب من الدولة كلوب لزمو طاحت مع هادي لوناكو. بون لوناكو حنا ما راناش كونتر، مي لو بروبليم لو سول كلوب وين قلتك صدير نحاوله لابيلاسيون تاعه لزمو ما واش يسمو لزمو ولا يسموه ناديت، لو سيغل تاعها مشى ما كانش لو سيغ تاع لزمو، هادي لا دوزيام اي لا تروازيام سي لي كولور تاع لزمو، ولا تلعب الحمراء والبيضاء ذاك الوقت. اليوم يلعب اتحاد وهران في القسم الجهوي الأول الغربي، قسم لا يليق بسمعة النادي خاصة في ظل تداول الرؤساء عليه وأزمات التسيير والمالية التي تعصف به. بروبليم دو فينانسمون والبولا ما بقاش ما تاع يجي يلعب في سبيل الله ولا وزيد بزيادة هذاك لي جوار اي سون با تري ايديوكي ما عندهمش الامور دو كلوب الامور تاع المايو موي لو مايو ما بقاش هذيك راه يلعب هذه لا سيزون ميكملهاش وراه وجد باه يروح للكلوبات اخر. Moi je suis en train de penser à de préparer une équipe تاع ليزمو ونرد لها السمعه تاعها تاع بكري. Je pense c'est très difficile mais ماشي au point وين لعبت كوب دافريك ولا انا j'essaie de monter en deuxième division. On est amateur, je veux pas être professionnel. من نجملهاش بروفيسيونيل. C'est très difficile. وفي ظل استمرار هبوط الاتحاد الوهراني إلى الدرجات السفلى وهجرة أنصاره للمباريات دفع العديد من المتابعين للشأن الكروي بوهران للحديث عن شهادة وفاة قيد التحضير لأحد كبرى أندية الغرب الجزائري.